دي سي يونايتد راحت لمرجان، لكن يا ولد بيحاول يعدي لسه الانطلاقه، هنشوف هالكورنر ولا ياخد يا ولد بشكل ممتاز. احمد عوينه يعديها لجده، جده صاحب القدم اليسرى، عرضيه من مكمل شيكا لكن تترد. هنا المحاوله غريب لكن شكلها تكون مقطوعه، وهنا المرتده حكم اللقاء يكمل. هنا تحت الفرصه على طول عند اياد، اياد لو عداها عداها بشكل حلو، والمحاوله والانطلاقه تسديده من حميدو يا ولد لسه مره ثانيه، كره الهدف الاول، كره الهدف الاول، اياد اياد يسجل كالمعتاد، كره الهدف الاول بكوره وتسديده قويه من اللاعب حميدو، يرد باحلى راسيه البلدوزه وراس الحرب النموذجي، ياتي في توقيت وتايمنج نموذجي ويسجل كرة الواحد صفر بعد اشارات كابتن التيم وليد صلاح. على طول اياد يحط اول كرة ويحط ويجمل الصورة واللقطة الاولى في احداث الشوط الاول التي يجب ان يسلط عليها الضوء هي كرة اللاعب اياد صاحب القميص رقم 9 علشان يحط اف سي كايرو في المقدمة 1-0 علشان يبنوا الكاونتر اتاك هنا لصالح فريق اف سي. عند اسكو عدى من الاول والثاني، اسكو منطلق، اسكو بالمهاره والحرفانه، يا سلام يا اسكو، لعبها على طول الناحيه الثانيه، حميدو عداها لاياد لكن مقطوعه تروح مره ثانيه. هل نشوف تسديده يا ولد؟ يا ولد تسديده قويه لكن محمد رضا مسك الكوره بثبات. حميدو من اللعيبه اللي بتجيد التسديد من خارج منطقه الجزاء، وهنا الانطلاقه شيكا، شيكا والتعادل. يا ولد يا شيكا، يا ولد يا شيكا، انطلاقه فابريكا، يسجل كره التعادل شيكا ويحط الكوره ويغني احلى الاغاني ويعزف اجمل الاماني ويسجل الهدف الاول، وفي المباراه هو الهدف الثاني. شيكا يحط التعادل بعد ما لعبها له وعدها له كده اللاعب كريم علشان يحط كره الهدف الاول ويسجل كرة الواحد واحد ممتازة علشان تعدي على طول. رمي التماس لصالح فريق ديس يونايتد او كورنر بإشارة كده من المساعد، اتلعبت على طول عالية خطيرة وكرة الجول، عالية خطيرة وفي اللحظات الأخيرة شيكا، شيكا مهارة حرفنة برأسية مزيكا، يسجل كرة الهدف الثاني ويعزف ويغني أحلى الأغاني، وعلى الثلاث نقاط شيكا ناوي ويسجل الكرة بعد ما طلع من أعلى نقطة وحط رأسية جميلة من كورنر لصالح ديس يونايتد علشان يعلن عن كرة 2-1.